طيب خليني أسألك برضو على حاجة، الملل بيبقى بس بين المتجوزين ولا كمان ممكن يكون اتنين مخطوبين، اتنين متصاحبين، اتنين مرتبطين، اتنين بيحبوا بعض؟ بصي، احنا الملل عرفناه في الاول ان هو شعور بيبقى نتيجه تكرار حاجه معينه. فاي علاقه لو فيها نفس الحاجه بتتعمل، يعني لو الاثنين مخطوبين بيقولوا نفس الكلام لبعض، بيروحوا نفس المكان، بيتكلموا نفس الحاجه، بيقولوا خلاص هيحصل الملل. في الاصحاب نفس القصه برضو، لو تخيلي لو الاثنين اصحاب مثلا او الاصحاب عموما بيروحوا نفس المكان، بيطلبوا نفس الاكل، بيتكلموا نفس الكلام، هتحصل حاله من الملل والزهق. بس بنتكلم هنا في يمكن في العلاقه ما بين الزوج والزوج علشان بيبقوا عايشين مع بعض، فبالتالي احتماليه الملل بتبقى اكبر. فكره ان العيشه، انا عايشه مع شخص كل يوم هو روتين الحياه موجود، فبالتالي نسبه الملل بتبقى اكبر. لكن بس ما انا ممكن برضه ابقى مرتبطه بحد او مخطوبه بحد وعايشين الروتين هو كل يوم مع بعض. بالظبط، ما هي دي الفكره. ما هو تكرار الحاجه هيوصل للملل. فاحنا محتاجين ناخد بالنا، بس انا عايشه ازاي، انا بتكلم يعني انا الكلام هو. انت عارفه ان اوقات كتير الاثنين المخطوبين ممكن ما يكملوش بسبب ان حسوا بالملل، على الرغم ان هم ممكن يكونوا مناسبين جدا لبعض. وممكن لو قعدوا وتفهموا كل حد فهم لغه التاني علاقتهم هتروح في حته تانيه خالص. بالظبط، هي دي النقطه على فكره. دي اللي انت قلتي جمله حلوه قوي، قعدوا يتكلموا بس يفهموا لغه بعض، يفهموا لغه بعض. خلاص بقى كل حد هيعرف انت ايه بيضايقك، انا ايه بيضايقني، انت عايز ايه، انت عايزه ايه، خلاص هنبقى علاقه مثاليه. بالزبط. بس طبعا ده ما بيحصلش، احنا اهو بنتخانق يلا نسيب بعض ونعمل بلوكات وخلاص كده الدنيا خلصت. صح كده؟ يعني بتحصل طبعا بنسبه كبيره طبعا. طيب هو خليني برضو اسالك، ايه تاثير الملل بين الزوجين؟ بصي، هو في تاثير ما بين الزوجين كمان، وفي تاثير الملل على الاطفال لو في اولاد. فتاثير الملل ما بين الزوجين بيعمل فجوه كبيره جدا ما بينهم. ما بيبقاش في مشاعر، بيؤدي للانفصال، بيؤدي للخيانه كمان طبعا. يعني لا، تلاقي دايما تسمعي جمله لا انا عايزه اغير، عايزه اجدد. فبيبقى شايف ان ده اعمله بره او اعمله مع حد تاني، لكن ما بيبذلش اي مجهود ان هو يجدد ويغير روتين حياته مع شريكة حياته. فبالتالي في فجوه، المشاعر مش بتبقى موجوده. انت عارفه اوقات بتوصل ان الاثنين يطلعوا عيوب في بعض. ما احنا زهقانين بقى، وممكن ما تكونش هي دي، او مش هي دي، لأ مش دي عيوب، او احنا اصلا من البدايه واحنا عارفين بعض على كده، بس خلاص احنا بقينا متسلطين بس على عيوب مش شايفين مميزات. بالزبط. من كتر ما احنا الموضوع بيتكرر، الموضوع مشحونين زي ما حضرتك قلتي قبل كده. مشحونين، وفي نفس الوقت مش عارفين نحط ايدينا على الموضوع فين، هي الازمه فين، طب هي المشكله فين، مش عارفين. فبالتالي بنتكلم ونتريق على بعض، احنا زهقانين وملانين بقى، وبالتالي الولاد بيشوفوا ده، فده برضو بيأثر على الولاد. فاكرة لما اتكلمنا في الأول خالص عن إن ده النموذج، فبالتالي الأطفال بتكبر بتبقى شايفة إن ده النموذج بتاع الزواج. خليني بقى أسألك سؤال بره القصص دي كلها. اتفضل. مين سبب أكتر، ست ولا الراجل؟ تصدقي كنت حاسة إن السؤال ده هيتسأل. اللي ما عندوش قدرة على التغيير والتجديد هو بيكون سبب أكتر، لأن في زوجات بتبقى عندها قدرة على التغيير والتجديد أكتر من الراجل والعكس. فما عندناش مقياس معين مين أكتر، هي بتبقى صدقيني، هي بتبقى شخصيات أكتر. يعني هقول لك على حاجة، هي الزوجة أو الست هي بيبقى عندها قدرة على البناء أكتر، الاحتواء، يعني أكتر. الاحتواء اكتر، مع ان ده المفروض بتاع الراجل اكتر. بالظبط، بس هي الفكره كلها لما تلاقي مشكله حصلت، تلاقي اللي بتجري على الحته الكويسه ست الزوجه. بالظبط، يعني مع ان برضو المفروض العكس، هو المفروض الاثنين. يعني عارفه مش عايزين نلود على حد، المفروض الاثنين يسعوا بطرق مختلفه على فكره. يعني ممكن هو يحتوي بطريقه وهي تحتوي بطريقه، ممكن هو يسعى بشكل وهي تسعى بشكل، مش لازم نفس الحاجه، بس على الاقل يحاولوا هما الاثنين حتى لو بشكل مختلف.